تمتلك مدينة مسقط مواصفات سياحية مميزة جعلتها وجهة سياحية عربية وعالمية. وتمتاز شواطئ مسقط بتنوعها، فمنها الرملية والصخرية الطبيعية ومنها الخرسانية المدهشة، حيث يقع خليجها في الجزء الشمال الشرقي لبحر العرب وعند مصب الخليج العربي تحديداً. ومن تلك المواصفات السياحية الساحرة التي تمتلكها مسقط، حيث تقع المدينة على سواحل خليج عمان الذي تحيط به الجبال والصحراء الخلابة،